غزالات ياش خباركم بخير لاباس عليكم. نتمنىكم تكونوا باحسن الاوقات وبصحه جيده بحول الله. اليوم ان شاء الله جيت لكم بواحد الوصفه هائله هائله اللي جاوني عليها طلبات بزاف من عند بعض المتتبعات. طلبوا مني وصفه هائله تكون زوينه لتكثيف وتطويل الشعر. لهذا اليوم جبت لكم احسن ما عندي واحد الوصفه زوينه، اقسم بالله واخا ما كنبغيش نحلف البنات، وصفه هائله كطول الشعر. يعني البنات اللي كيبغوا الشعر طويل كل وحده والذوق ديالها. اهم حاجه وهي تكثيف الشعر، ما كيكونوش واحد الفراغات في الشعر. عندي لكم واحد الوصفه زوينه بزاف، يعني كتقوي الشعر وكتخليه كيطول بواحد السرعه فائقه. بالنسبه للبنات اللي كيحبوا الشعر طويل راه كطولوا يعني بواحد السرعه ما نقول لكمش. وبالنسبه لتكثيف الشعر للبنات اللي شعرهم خفيف، كيكون بعض النوع ديال الشعر كيكون يعني خفيف، يعني بحال يعني مهدد بالصلعه، يعني كيكون خفيف لواحد الدرجه ما كتصورش. اليوم جبت لكم واحد الوصفه هديه مني اليكم. يلا نتمنىكم تبعوا لا فيديو حتى الاخر. ان شاء الله راه هذه الوصفه راه زوينه بزاف. يلا هو معايا حبيباتي كيما العاده نعطيكم الطريقه والوصفه راه هائله جدا. اليوم غنقدم لكم الوصفه ونهار غادي نبغي نطبقها على شعري غنطبقها اونلاين معاكم. يلا هو على بركه الله. غزالتي كما كتشوفوا الوصفه كالتالي، الوصفه بسيطه جدا. المكونات موجودين في اي بلاصه. المهم اللي كيبيع الاعشاب او لا يعني الاختصاصيين في الاعشاب او لا العطار، تمشي غير عند العطار تلقاي عنده هاد الاعشاب يعني معروفه وموجوده. كيف ما كتشوفوا غزالاتي ها هي انا الوصفه هي اللي كنستعمل، شتو ها هي وصفه هائله. قبل ما تدخلي الدوشي او لا تمشي الحمام كتديريها، كنديرها للشعر ديالي راها يعني رائعه بزاف، ما كتخليش نهائيا الشعر يطيح. غزالاتي زوينه بزاف عن تجربه، تجربتي الشخصيه ماشي يعني سمعت اولا هذا، يعني داكشي اللي كندير كنتقاسمو مع المتتبعات ديالي. مادام جوني طلبات على وصفه ديال تكثيف الشعر اكيد بيان سور غادي نعطيها لكم بكل فرح. غزالاتي الوصفه كيف ما كنقول لكم حبيباتي فيها الخزامه، فيها قشور الرمان، فيها الدباغ، فيها الشيح، فيها زيت الزيتون بلا ملحه حبيباتي. هذه الوصفه راه يعني كتحيد يعني ما كتخليش الشعر يعني فيه الفراغات، ما كتخليش كتعطيه واحد الكثافه يعني بواحد الطريقه زوينه. كطول الشعر بواحد الشكل سريع اللي كتبغي الشعر ديالها يطول، راه كتسرع دغيا في التطويل ديال الشعر. ومهمه مهمه مهمه واحد المفاجاه غنقولها لكم، كتعطي الشعر واحد اللون بني يعني مارون. علاش كتعطينا هذا الشعر؟ كتعطي للشعر واحد اللون مارون، يعني حتى اللي عنده داك الشيب يعني كيبدا لي داك الشيب فراسو ما كيبقاوش هذوك يعني داك الشيب ما كيبقاش. انا الحمد لله ما باقي ما فياش، والشيب ماشي عيب يعني الانسان باش كيوصل لواحد الوقت ضروري ما كي داك الشيب، يعني مساله عاديه مع السن. الناس دابا راهم صغار وفيهم الشيب، لهذا البنات اللي كتبغي داك اللون كيعطي واحد اللون مارون في الشعر ليها يعني بهاد المكونات اللي عطيتكم. كيف ما كتشوفوا غزالاتي هذا الدباغ، كيف ما كتشوفوا انا غادي نقرب الكاميرا، شتو هاد المكون راه يعني فاش كتزيدوا عليه شويه الزيت اولا شويه الماء كيعطي واحد اللون يعني احمر، كيعطي واحد اللون احمر ملي كيتحط فوق الشعر كيرجع بني، يعني كيعطي واحد اللون زوين شوكولا للشعر، كيعطي واحد اللون رائع البنات. والدباغ راه معروف غزالاتي بالنسبه للجلد، بالنسبه للجلد اشنو كيديروا حبيباتي؟ يعني كيديروا ليه الدباغ، يعني الجلده كتمتان، مادام الجلده كتمتان يعني الشعر ما كيبقاش يطيح من الفروه ديال الشعر. لهذا كناخذوا غزالاتي انا عندي الوصفه كيف ما كتشوفوا هي قدامكم، غنوريكم الطريقه ويعني ديروا المقادير اللي بغيتوا، يعني نتوما حرين، بغيتوا تعمروا قرعه، بغيتوا يعني على حسب الشعر ديالكم. كتشدوا الدباغ مطحون، قشور الرمان غزالاتي راهم مهمين بزاف لتساقط الشعر غزالاتي، ما كيخليوش الشعر يطيح حتى هو.
الخزامة كيف ما قلت لكم تكون مطحونة، البنات طحنوها، يعني هذه المواد غادي تشريوها مطحونة أو لاجيبوها للدار وطحنوها، يستحسن طحنوها على يديكم. الخزامة هاي عندي أنا هنا طحنتها، هذا الشيح، الشيح البنات راه مضاد للصلع، يعني كيكتف الشعر بواحد الطريقة هائلة كيف ما كتشوفوا. لافوندغ البنات بالنسبة للمصريات كيقول لها لافوندغ، يعني كتعطي الشعر واحد، كتغذيه من الجذور وكتعطي واحد اللمعان وكتحافظ عليه من العوامل الخارجية كالرطوبة، وكتنشط لنا الدورة الدموية كيف ما كتعرفوا، يعني راهي معروفة من يعني من النباتات ومن الأزهار، يعني اللي عندها واحد الرائحة طيبة، كتمتاز سبحان الله بواحد الريحة جميلة. وداك شوفوا غير الورد ديالها كيفاش كتنوض، داك الورد البنفسجي هائل. لهذا غزلاتي راه هاد النبته زوينه، والاهم فيها كتاخر مرحله الشيب. الخزامه غزلاتي ما كتخليش الشيب يجي في الشعر، يعني بواحد الطريقه مبكره. ضروري البنات تكون هذه في الوصفه تكون طحنوها، راه دغيا كتطحن في يعني في الاله الكهربائيه، هاد المواد دغيا دغيا تطحنوها. نحركوا غزالاتي هاد الوصفه كيف ما كنقول لكم بزيت الزيتون اللي ما فيهش الملح. الا ما كانش عندكم زيت الزيتون غزالاتي غنديروا زيت نوار الشمس، يعني انا عندي هاي الوصفه هنا كيف ما كتشوفوا، عندي كثيره غزالاتي، كثيره الوصفه هنايا، يعني انا غير وريتكم كيفاش تقوموا بالطريقه. شو الخليط راه زوين البنات، شو اللون، راه هذا اللون اللي كاين هنا البنات، هذا اللون ماغون كيعطي للشعر، والاهم في هذا الشيء كيخلي الشعر كيعود قوي 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 بزاف البنات كيف ما كتشوفوها. انا على الوصفه اللي عندي مادام نفس الوصفه لا ميم روسيب، انا زدت عليها، وان شاء الله منين غادي نبغي نقوم بها فوق الشعر ديالي. الان انا يلا كيدوشت غادي نتقاسمها معاكم حبيباتي، غادي نصور ثاني فيديو اخر ونأبليكيها على الشعر ديالي. والله البنات الى هاد الوصفه هائله جدا جدا زوينه بزاف غزالاتي، وماشي من الضروري تباتوا بها في شعركم، راه كنديرها تقريبا انا في شعري، يعني كنديرها مده ساعه ساعه ودخلي تدوش يعني بطريقه يعني عاديه غزالاتي، راها زوينه. اما بالنسبه غزالاتي زيت الزيتون اللي غنحركوا به الوصفه كيف ما كتشوفوا، زيت الزيتون ضروري ضروري للشعر زوين حبيباتي، غير هو يكون بلا ملحه كيساعد في تنعيم الشعر، ويعني هو مصدر فيتامين، فيتامين او، يعني غني بالفيتامينات، زوين الشعر كي يعني كيساعد وما كيخليش يتكسر الشعر نهائيا ولا يتقصف، كيساعد حتى في يعني التساقط ديال الشعر، كيحفز على النمو ديال الشعر يعني بسرعه، كينمو الشعر بواحد السرعه فائقه. لهذا غزالاتي هاد الوصفه راها زوينه بزاف، غديروها وانتم مغمضين عينيكم، هذه يعني كهديه مني لكم، يعني كاينين بزاف بزاف الوصفات ولكن ما فيهمش هاد المكونات، راها مهمه مهمه بزاف البنات، رائعه بزاف. بالنسبه للشيح راه انتيبيوتيك، يعني عنده حل فوائد كبيره كبيره كبيره، مضاد للصلع، مضاد لتساقط الشعر، كيحفز يعني كيحفز الشعر على النمو بواحد السرعه فائقه. خلاص الخزامه كيف ما قلت لكم راه غنيه عن التعريف بالفيتامينات اللي فيها، يعني كتخلي الدوره الدمويه يعني كدور بواحد يعني بواحد الطريقه صحيحه. بالنسبه للدباغ، الدباغ راه لا يعني بلا ما نزيد نقول لكم، الدباغ كيداوي الجلده البنات، يعني بالنسبه للفروه ديال الشعر اولا الجلده ديال الشعر ديالنا، يعني كتخليها تكون متينه، ما كي يعني الشعر ما كيبقاش يطيح. لهذا غزالاتي نتمنى هاد لا فيديو تستافدوا منه وتطبقوا الوصفه كيف ما قلت لكم.
راه وصفه زوينه زوينه زوينه. وقد ما بقات قد ما بقات هكا يعني المكونات كيطلقوا في بعضها، كيطلقوا المكونات بعضياتهم، كديريها مره اولا مرتين في الاسبوع، غير مره كافيه. انا كنديرها مره واحده في الاسبوع كافيه، اللي قدرت ديرها جوج المرات في الاسبوع علاش لا، غير هي مره واحده في الاسبوع تابليكيها على الشعر ديالها. منين ديريها حبيبتي على الشعر ديالك غادي تماسيها بواحد الطريقه يعني لطيفه بلطف، تخليها على الشعر ديالك مده ساعه او ساعتين، انت حره يعني، المهم تفوت ساعه تخليها على الشعر ديالك واحد ساعه، ابري تغسليها بطريقه عاديه بشامبوان اللي مولفه تغسلي به شعرك. وبالصحه والراحه غزالاتي، ونتمنى هاد لا فيديو يعجبكم حبيباتي، وينال الرضا ديالكم والوصفات ديالي، غير جربوهم غزالاتي، ما غاديش انا نبقى نشكر لكم فيهم، راهم زوينين بزاف يعني عن تجربتي الشخصيه. نخليكم غزالاتي مع هاد الوصفة، إلى أمل اللقاء بكم إلى فيديو آخر بحول الله. غزالاتي باي باي، إلى فيديو قادم بحول الله، تحياتي لكم، باي.